تغييرات كتيرة جدا حصلت على خريطة الكرة في فرنسا، والحقيقة يمكن سقوط سانت إتيان وهو واحد من الفرق الكبيرة جدا، فريق بطل وصاحب ألقاب وبطولات للدوري الدرجة الثانية، كان واحد من المفاجآت اللي حصلت، وردود الأفعال عليها كمان كانت كتيرة. لكن على الكرة الفرنسية بشكل عام، عن فرصها في المنافسة على أو العودة لمنصات تتويج في أوروبا مرة تانية، عن موقف صعب جدا بيمر بيه المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية وهو المرشح الأول لتحقيق لقب كأس العالم، هيكون لينا حوار مع علام ميشيل المدير الفني السابق لفريق سانت إتيان الفرنسي، ضفنا في السادسة. بداية طبعا أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي، وبشكرك على ظهورك معنا في السادسة. ميرسي ميرسي، شكرا لكم جزيلا وشكرا لاستقبالكم، وشيء كبير لي ان اتواجد معكم وتواجدي معكم مع الجمهور المصري. الكره الفرنسيه حققت نجاحات كبيره جدا السنه اللي فاتت، السنين اللي فاتت على مستوى المنتخبات، وبقت الحقيقه مرشح قوي دايما للتتويج، وما زالت الفرقه الفرنسيه بتحاول انها تحقق حاجه على المستوى الاوروبي. بدايه خليني ابدا معاك بسانت إتيان اللي كنت توليت مسؤوليه تدريبه في فتره من الفترات، ازاي شايف من وجهه نظرك الاسباب اللي ادت لهبوط واحد من اعرق الانديه الفرنسيه وخروجه من الليج او بطوله الدوري الممتاز الفرنسي؟ الأسباب هي الفريق، كما دائما أقول أعتقد أن الوضع المادي كان سيء جدا في السنين الماضية، والنادي دائما ما ذهب لاعبون وترك لاعبين على مستوى عالي في الفترة الماضية الذين كانوا يمتلكوا الخبرات، وأعتقد أن الفريق اختفى بسبب عدم تواجد لاعبين جيدين وعلى مستوى عالي للحفاظ على اسم سانت إتيان، ولهذا ما حدث الفريق. الحقيقة يمكن مش الواقعة الوحيدة، يعني فكرة أنه يكون فريق بطل وفريق متوج وليه جماهيرية وشعبية ويبقى بيعاني ماديا بقت أصبحت علامة استفهام مش بس في الكرة الفرنسية، يمكن على مستوى العالم، واخرها يمكن هبوط بوردو الحائز على لقب بطوله الليج ان في 2009 اللي هبط لدوري الدرجه الثالثه بسبب معاناته ايضا ماديا، وبالتالي العلاقه بين الماده والكره اصبحت علاقه يعني مهمه جدا. ازاي بتشوف حتى هبوط بوردو لدوري الدرجه الثالثه؟ لأن سانت إتيان كانت تمتلك رئيسين لهذا النادي، وكانوا يحاولون دائما الحفاظ على سانت إتيان من الحصول أفضل شيء، ولكن في الوقت الماضي يعني ذهب فريق سانت إتيان لمستوى سيء بسبب عدم القيادة الجيدة. مسيو ميشيل، يعني تعليقك على اللقطات اللي ظهر قدامي على الشاشة، اللقطات دي حضراتكم طبعا في يعني اعتداءات جمهور سانت إتيان على لاعبي الفريق وعلى الجهاز الفني بعد نهاية المباراة وتأكد هبوط سانت إتيان لدوري الدرجة الثانية. نعم هذا حقيقي، ولكن هذا حدث لعدة مرات بعد كل المباريات الكبيرة، حدث هذا لم يكن أن يحدث للأول مرة. هذه هي المشكلة، أنت ترى الآن أن إدارة النادي لديها مشكلة كبيرة مع الجمهور، والجمهور النادي سانت إتيان دائما ما هو معترض ويقوم بالمظاهرات ضد الإدارة وسوء تعاملها مع الفريق، ولهذا أنت ترى هذه الصورة، فبالطبع هذا أثر على اللاعبين وعلى المدربين على الجميع لأن يحافظوا على سانت إتيان، وأنا من المفترض أن يكون سانت إتيان من أكبر الأندية مثل الأهلي والزمالك في مصر، فإنه كان فريق كبير، ولكن الآن عندما يوجد مشكلة في فريق كبير تحدث وتظهر بشكل كبير. حصلت نفس المشكلة مع بوردو وهو متوج ب 2009 باللقب الدوري، وبالعكس ده هبط لدوري الدرجة الثالثة، إزاي بتشوف ده؟ وهل من الممكن ده يتكرر أو السيناريو ده نشوفه مع الأندية الكبيرة زي مارسيليا زي أولمبيك ليوني في الدوري الفرنسي؟ المثال الذي تتحدث عنه بهبوط بوردو هو نفس الشيء مع سانت إتيان، فهو فريقين كبيرين، فريقين يمتلكان عدة أشياء قوية
ولكن انت تغير الاداره، تغير اللاعبين، تغير حارس المرمى، تغير اللاعبين الجيدين، ولهذا هكذا تكون النتيجه. لا يوجد شيء يعمل على تحسن الفريق، بل بالعكس كل العوامل تعمل على ضر الفريق، ولهذا تجد صعوبه، الفريق يجد صعوبه في التطور والاستمرار او ان يجد حتى الحل المادي او الحل الذي يساعد الفريق على التطور والعوده لمكانته الطبيعيه. خليني اتنقل لنقطه ثانيه، وهي على مستوى الأندية الفرنسية بشكل عام. يعني دايما منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة أصبح دايما بطل مرشح للفوز بأي بطولة هو بيشارك فيها، لكن على مستوى الأندية ورغم حتى وجود دعم مادي كبير جدا لفريق زي بي اس جي، شايفين أنه أندية كبيرة زي موناكو، زي مارسيليا، زي بي اس جي ما عندهمش قدرة أن هم يوصلوا لنجاح على المستوى الأوروبي. من وجهة نظرك إيه سبب ده؟ بالنسبة لباريس هذا شيء خاص، لأنه لم يكن أفضل فريق في أوروبا، هو فقط في آخر أعوام الذي حدث التطور، ولكن في هذا العام كان لديهم مشكلة واضحة في تنظيم الفريق. ليس من السهل أن تتعامل مع لاعبين بحجم مبابي ونيمار وميسي، لابد من التعامل بشكل تنظيمي واضح مع هؤلاء النجوم، وبالإضافة إلى جودة اللاعبين على مستوى الدفاع سيئة، يعني الفريق لا يؤدي بشكل جيد على الشكل الدفاعي. مين هو البديل الأمثل لبوتشيتينو من وجهة نظرك؟ كانت باريس عندما باريس تمتلك باريس الكرة أو تفقدها إذا كانوا يلعبون بشكل جيد، ولكن عندما يمتلكوا الكرة لا نراهم موجودين، ولهذا هي مشكلة تنظيمية. من وجهة نظرك مين هو الاسم المرشح أو الأفضل لتولي مسؤولية الجهاز الفني خلفا لبوتشيتينو الأرجنتيني؟ أنا لم لا أعتقد أن ليس على الجميع أنه سيوافق على هذا التدريب باريس سان جيرمان، ولكن هناك يوجد، لأن في باريس يوجد كثير من النجوم والعديد من النجوم، ولهذا ليس سهل، هذا ليس سهل. طب يبدو أن السؤال مش واضح، أنا بسأل مين هو البديل الأمثل للمدير الفني الحالي بوتشيتينو؟ كل التقارير بتقول أنه العلاقة انتهت بين بي اس جي والمدير الفني الأرجنتيني بوتشيتينو، وكان في كلام عن ترشيحات لزين الدين زيدان، هل تتفق تختلف؟ هل ترى أن هناك من هو أفضل من زيدان لتولي مسؤولية تدريب البي اس جي؟ زين الدين زيدان هو الجميع ينتظره، لأنه حر ولا يمتلك فريق في هذا الوقت، لا يدرب فريق في هذا الوقت، هو بطل ونجم، هو له القدر الكبير، وهو يمتلك كل العوامل، ولكن أعتقد أنه لا يريد، هو يفضل أن يبقى حتى يدرب المنتخب الفرنسي. هذا هو ما أتمناه. سؤالي اللي جاي مرتبط أكثر أو متعلق بالمنتخب الفرنسي، وبعد عروض سيئة الحقيقة وتراجع في المستويات وفي النتائج، منتخب فرنسا تحت قيادة ديدي ديشان يحتل المركز الأخير في مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، إزاي بتشوف ده؟ وإزاي بتشوف تأثير ده كمان على فرص المنتخب الفرنسي في المنافسة على لقب كأس العالم؟ في فرنسا هم يمتلكون لاعبون رائعون في الهجوم، في التحول، وهم فازوا بكأس العالم 2018 لأنهم امتلكوا اللاعبون الذين يستطيعون التحول، ولكن على المستوى الدفاعي ليس جيد. ولكن الآن المنتخب الفرنسي يمتلك لاعبون رائعون، ولكنهم غير قادرون على التحمل الهجمات بشكل قوي على القوة الدفاعية. هل تتوقع أن ديدي ديشان هو اللي هيقود الديوك الفرنسية في كأس العالم 2022، ولا تتوقع أن يتم تغيير الجهاز الفني قبل بداية بطولة كأس العالم؟ أعتقد أن ديدي ديشان طبعا سيكون موجود، سيكون هو الفريق المدرب للفريق في كأس العالم،
ولكن بعدها اعتقد سيكون شيئا اخر، واعتقد ان سيكون في رغبه في التغير، ومن المتوقع ان زين الدين زيدان سيحصل على مبتغاه بعد كأس العالم. ولكن في حضور كأس العالم سيكون ديدي ديشون هو المدرب المنتخب الفرنسي، واعتقد ان زين الدين زيدان كلاعب رائع ومدرب ايضا حقق ارقام رائعه مع ريال مدريد، اعتقد هو من سيقود الفريق بعد، لان هذا الاقرب للموقع. ولكن انا ميشيل المدير الفني السابق لسانت اتيان بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا في السادسه. وقبل ما اختم